صباح الرياضه والنشاط والحيويه. مكملين معاكم في رحلتنا في خساره الوزن وحرق الدهون. النهارده هتكون التمرينه بتاعتنا فول بودي، هنشغل بيها كل عضلات الجسم. بس قبل ما نبدا التمرين زي ما اتعودنا في كل حلقه اللي احنا بنسخن جسمنا كويس جدا. بعد ما خلصنا التسخين هنبدا مع بعض التمرين. اول حاجه هنعملها هعمل هامر كير تو بريس، هطلع بالدمبل وافرد دراعي فوق. هنشتغل 12 عده، 1 2 3، اخلي ظهري مفرود، 4. لو مش قادر، عندك مشاكل في ظهرك او اي اصابه في الظهر، دايما بننصح ان انت تشتغل التمرين ده وانت قاعد. بعد كده ناخد 30 ثانيه ريست، هنكرر التمرين ده من 3 ل 4 مجموعات. بعد ما خدنا الريست وشربنا الميه هندخل على التمرين اللي بعده. هعمل دمبل رو تو فلاي، هاتني ركبتي سنه بسيطه، اخلي ظهري مفرود، هبدا اطلع لغايه ظهري، اكيد افرد دراعي فلاي. هنعمل برضو 12 عده، 2 3، اتاكد بس اللي ظهرك مفرود، 4 5 6 7، واكمل لغايه 12 عده. بعد ما نخلص التمرين ده هناخد الريست 30 ثانيه اللي احنا بنشرب فيهم ميه قبل ما ندخل على التمرين اللي بعده. يلا بينا جاهزين. همسك الدمبل لفوق وابدا اعمل لانج تو بريس، هنزل برجلي وافرد دراعي لفوق، 1 الناحيه الثانيه، 2 بشتغل 12 عده، 3 طلع النفس وانت بتعمل بوش فوق، 4 5، دايما شادد عضلات البطن، 6 اخر واحده. بعد كده ناخد ريست، نعمل مجموعة التمرين ده برضو من 3 لـ4 مجموعات. هتبقى معانا تمرينة كمان على المات، هعمل بوش اب ني تو البو، هبدأ انزل ضغط وازق وسطي لفوق، انزل عد الضغط وركبتي تحت. هنعمل 12 عدة، 1 2 3 4 5 6، ونكمل لغايه 12 عده. وبكده نكون عملنا مجموعه من التمارين شغلنا بيهم كل عضلات الجسم كله. طب النصيحه اللي احنا حابين نقدمها النهارده، اهم حاجه قبل ما تبدا تمرينك لازم تعمل الورم اب بتاعك، دايناميك ستريتش، اللي احنا بنعمل تمرينات بالحركه. ده هيساعدك قبل ما تبدا التمرين اللي انت تكون مهيئ جسمك وعضلاتك. بعد التمرين دايما بنعمل ستاتيك ستريتش، اللي هو ده بيساعدك ان انت تتفادى الاصابات وتتفادى الشد العضلي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم في حلقه تانيه جديده.